السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن حرز من الأحراز للحفظ. الحرز هو الدعوة أو الدعاء، هذا الدعاء تقوله 7 مرات للحفظ. ممكن تقول 7 مرات في الصباح و7 مرات قبل النوم للحفظ من كل شيء، من كل شيء، من جن، من إنس، من شيطان، من كل شيء. وممكن أن تقول مرة واحدة وراء كل صلاة، على حسب أنت ماذا تستطيع أن تفعل. هو مجرب للحفظ من الشيطان ومن الجن ومن الحسد ومن أي شيء بإذن الله، وحتى من الجن الكافر والجن العاشق للحفظ. أما إذا أردت أن تجتهد فقله 7 مرات وراء كل صلاة، 7 مرات وراء كل صلاة، بنية الحفظ من كل شيء، من كل الشرور، وسيحفظك هذا الدعاء بإذن الله. ستراه في الشاشة الآن ما عليك أن نقله، فهو مشهور ويعرف عدد من الناس، وهذا كل شيء. وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.